السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متتبعين قناه التعليم في صلاة الخياطة بالقيد مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا طريقه تفصيل وخياطه فراشه بالنسبه للقياس ديال هذه الفراشه غادي تكون ديال البنيتات الصغار وهذه الطريقه اللي غادي نستعمل فهي كتطبق على جميع القياسات ديال البنيتات الصغار في كاين الفرق غير في القياس ديال الطول هذا هو اللي غادي في هذا الفيديو بالنسبه للطول ديال الثوب هذا غادي يكون فيه متر وعشرة ديال سنتيم. من بعد ما خديت القياس ديال الطول دابا غادي ناخد القياس ديال العرض بالنسبة للعرض ديال هاد التوب هذا غادي يكون فيه متر ونصف كيما كتشوفو معايا هنا عندنا متر وخمسين ديال السنتيم متر وخمسين إذن هنا الطول عندنا متر وعشرة وبالنسبة للعرض عندنا متر ونصف إذن هاد الطريقة اللي كنستعملوها في هاد الفصلة ديال الفراشة ديال البنيتات الصغار في كاين الفرق هي هاديك البنيتة تنقيسو على الطول ديالها شحال ما كان فيها في الطول كنزيدو من خمسة حتى العشرة ديال السنتيم وكناخدو التوب ديالها وبالنسبه للطريقه ديال الفصاله هي اللي غادي نديرو دابا في هذا الفيديو اذا هنا كنشد الثوب كنطوي على جوج بهذا الشكل هذا على الطول ديالو كنقاد مزيان يكون مطوي على اثنين وكنعاود نطوي على اربعه بالنسبه لهاد الفراشه كتجي مسدوده من جهة ديال الامام كتكون محلوله من جهة ديال الجوانب اذا هنا كاين بزاف ديال الطرق اللي كنفصلو بهم الفراشه سبق شاركت معكم الطريقه ديال الفراشه اللي كتجي مسدوده من جهة ديال الكتف بالنسبه لهاد الفراشه هادي غادي تكون محلوله من جهه ديال الكتف اذا هنا بعد ما طويت الثوب على أربعة كنشيد القياس ديال هاد الرقبه كنطراسي سبعة ديال السنتيم بالنسبه للقياس ديال هاد الفراشه غادي يكون كيتلبس ما بين 9 حتى ل 10 ديال السنوات هنا كنزل كن بجوج ديال السنتيم وكنطراسي هاديك الدوره ديال الرقبه كما سبق لي وذكرت شحال ما كان فيها في الطول البنيته كناخذوا العبر ديال هذاك الثوب وكنزيدوا عليه 10 ديال السنتيم ولا 5 وكنطراسيو هنا بالنسبه للكل غادي ننزل سبعة ديال السنتيم كنزل بسبعة ديال السنتيم وكنطراسي كنحط تقوريرة ديال الكل ديال الفراشة في حالة بنت لكم شي حاجة غير مفهومة يمكن لكم تكتبوها لي في التعليق هنا بالنسبة للقياس ديال الكتف ما غاديش ننزل الكتف هنا الكتف غادي يجيو مشروكين مع الكمام كنزل حتى آخر مكان في الطوية ديال التوب ديال الكمام وكنجيو كنجي كنزل بربعة ديال السنتيم وكنطراسي كنطراسي الطول ديال الكم. كيف كيجي مشروك مع الجهه ديال الكتف كما شفتو تم طوي على أربعة هكا خليناه اذا هنا كنطراسي هذاك العبار ديال الكمام اللي كيجيو كي مشروكين مع الكتف وكنزل بهم اذا هنا طراسينا القياس ديال الكتف دابا شنو كندير بالنسبه لقياس الدوره ديال الصدر كنجي وكنعبر هنا الكتف الكتف عندي فيهم 16 سنتيم كنجي لهنا وكان هبط كنطراسي 19 سنتيم علاش طراسي 19 سنتيم حيت الدوره ديال الصدر عندي فيها 21 سنتيم كنقص منها جوج سنتيم وهذوك هو العبر باش كنزل كن من الكتف باش كنلقى كن هذاك الدوران ديال الصدر كنطراسي 21 سنتيم نطراسي باش يبين لكم باش يبان لكم العباره اللي كناخذ دابا في الفصاله ديال الفراشه شحال ما كان عندي في الدوره ديال الصدر كنقص منه جوج سنتيم بالنسبه للبنيتات الصغار وكو هو العبر باش كنزل كن من الكتف حتى كنلقى هاديك الدوره ديال الصدر كنطراسي هنا الدوره ديال الصدر اللي عندي فيها 21 سنتيم كنجي لهنا كنزل ب 9 ديال السنتيم وكنطراسي الدوره ديال الخصر باش كندخل هاديك الدوره ديال إيف... ديال الايفازي اذا هنا عندي 21 سنتيم في الصدر هنا بالنسبه للدوره ديال الايفازي غادي ندخل ننقص عليها غير سنتيم واحد غادي نخلي 20 سنتيم كما كتشوفوا هنا ما عندنا لا سنتيم ديال الخياطه لا شي حاجه العبارات كيبقاو زايدين كما كتعرفوا الفراشه كتجي طويله وهذيك العباره اللي من تحت الدخله ديال الخصر كنخرج بها ب 22 سنتيم وهنا بالنسبه للقياس دابا علاش كندير هذا التراساج هذا هذا هو التراساج اللي غادي يكون في الخياطه كما غادي تشوفوا معايا في الطريقه ديال الخياطه كنمشي كنصل الخياطه حتى للتحت اما بالنسبه للتقطيعه ديال المقاس ما غاديش تكون من هذا المكان هذا كما غادي تشوفوا معايا اذا هنا تراسينا العباره الدوره ديال الصدر بالنسبه لكم غادي ننزل ب 14 سنتيم يمكن لكم تنزلوا حتى 15 ماشي مشكل كنطراسي هنا 14 سنتيم باش يجيني في هذاك فم الكم وكنطراسي العبارات ديالي كيجي من هنا كنطراسي هنا في هذا المكان هذا غادي ندخل بخمسه ديال السنتيم ومن هنا كنطلع ثلاثه ديال السنتيم باش ما تجينيش هذاك الدوره كبيره بزاف باش كيجي كي معزول هذاك هذاك التقوريره ديال الكم وكنطراسي هذوك العبارات اللي غادي نقطع بالمقص اذا هنا كنهبط كنطراسي حتى كنوصل لتحت هو اللي غادي نتبعو بالمقص كما غادي تشوفو معايا في حاله بنتكم لكم شي حاجه غير مفهومه يمكن لكم لي في التعليق وانا غادي نجاوبكم ان شاء الله بحول الله اذا هنا دابا طراسينا فهم لكم طراسينا جهه الصدر بالنسبه للطول غادي نخلي فيها 1.10 ديال السنتيم كنطراسي بهذه الطريقه هذه كننزل السنتيم دائما في اعلى مكان في الكتف و كندور كنطراسي بهذا الشكل هذا باش العبارات مضبوطين ومازال الفراشه كندخلوا لا من جهه ديال الجوانب كتجي دايره ماشي بحال الفصاله العاديه كما كتشوفوا معايا هنا كنمشي كنقطع هذاك التراساج اللي درت كندور مع الدوره ديال التقوريره ديال الرقبه ديال العنق كما كتشوفوا معايا هنا كنهبط كنقطع هذاك القياس ديال الكم. فم الكوم اللي خلينا فيها 14 سنتيم كندخل هاديك الدخله اللي دخلنا فيها بخمسه ديال السنتيم وطلعنا بثلاثه ديال السنتيم حتى كنوصل جليل لتحت كما شفتوا هاداك الطراسي اللي درت من الداخل هاداك درتو على ود الخياطه كنعلم هاديك الجهه ديال الخياطه كيفاش كندخلوا فيها باش كي الفراشه كتجي مجموعه في حاله الا كانت توب التبتيبين كنديروا لا الدبلور من الداخل كانت تبغليط ما نحتاجوش نديروا لا الدبلور من الداخل هنا بهذا ما المكان هذا كنجيو كنعبر عشرة ديال السنتيم وكنجي من هنا نفس العبار كنطلع به بعشرة ديال السنتيم بالنسبة للبليتات الصغار وكندير هاديك الدورة باش كتجي كما كتعرفو الفراشة بجهة ديال الجوانب كتجي دايرة مكتجيش بالقناة وكنجي وكندخل في هاديك العبار اللي درت كنمشي كنتبع هاديك التراسي اللي درت كما شفتو معايا إذا هنا كنكون دخلت هاديك العبارات ديال الفراشة إذا هنا كما كتشوف معايا مازال عندي الخدمة في الجهة ديال الأمام غادي نحيد دي الجهة ديال الخلف وغادي نعاود نردها من بعد ما نطراسي الكول كما ك... ك... غادي تشوفوا معايا إذا هنا كنخلي الجهة ديال الأمام كنقدها مزيان باش ما تكون جهة مغلبة على جهة كنقطع الجهة ديال الكول كما كتشوفوا التقوريرة ديال الكول بالنسبه لهنا هذيك الفتيحه غادي نخليو فيها الفتيحه غير صغيره بالنسبه لهاد الفراشه ديال البنته الصغيره البنات ديال البنته صغيره, البنيت دي صغيرة كنهبط هنا تقريبا ما بين 6 حتى 7 ديال السنتيم هذاك الفتيحه باش ما تجيش كبيره بزاف كنكمل هذيك العبارات اللي درت اذا هذه الجهه ديال الامام هي اللي كنديروا فيها هذ الفتيحه اذا هنا كما كنشوفوا معايا سالينا من الجهه ديال الامام دابا غادي نعاود نقاد هاداك الثوب باش نطراسي هاديك الجهة ديال الخياطه نوريكم كيفاش باش باش ما يهربش ليكم الثوب غنوريكم الطريقه كيفاش تحكموا في الثوب اذا كما كتشوفوا معايا هذا هو الصاله ديال الطريقه اللي كنصوب بها الفراشه ولكن مازال خصنا ناخذوا العبارات ديال الخياطه دابا شنو كندير كما كتشوفوا معايا كتجي الفراشه بهذا الشكل هذا كيجيو الكتف الكمام مشروكين مع الكتف الخيطه كنزلو من لهنا حتى كنوصلو للتحت ولكن ضروري خصنا نطراسيوها باش هذيك العبارات شحال ما دخلنا من هذه الجهه هو نفس العبار يكون كيجيها ديال اليمين كيجيها ديال الشمال ماشي جهه ندخلو فيها بزاف وجهه ندخلو فيها غير شويه ضروري العبارات خصهم يكونوا مضبوطين كنعاود نقاد هذاك التوب مزيان شنو كندير دابا كنجي وغادي ندير هذيك الفنيتات هذاك التراسي اللي درت كنمشي كندير فنيته نيتا في الوجه في هذيك الوجه ديال التراسي اللي درت كما كتشوفوا علاش كندير هاد الفناتي باش ملي قل... نقلب التوب نطراسي على هذيك العبر ديال الفناتي دابا هاد الفنيتات كن... كنديرهم في هذيك العبر ديال التراسي باش تجيني كي الجهه ديال الشمال كي الجهه ديال اليمين ما تكونش جهه دخلنا فيها في الخياطه بزاف وجهه غير شويه باش العبارات يكونوا مضبوطين اذا هنا دابا كنشد الثوب هذيك الفراشه كنشدها وكنقلبها بهذا الشكل هذا وكنشد طراسي وكنمشي كنتبع على هذيك الفنيتات حيت هذيك الفنيتات اللي درت رحنا درناهم على على في المكان اللي فيه الطراسي اذا كيما كتشوفوا معايا كنمشي كنكمل هذاك الطراسي حتى كنخرج لتحت اذا هنايا كنتاكد من هذاك فراسي اللي درت باش يجيني العبار مضبوط ما تكونش جهه داخلين فيها وجهه لا وهنا الطراسي كيخرج حتى لهذا دي المكان ديال ديال كما غادي تشوف معايا حتى الخياطه ديالها ان شاء الله بحال اذا هنا كل جهه كل جهه ديال اليمين كل جهه ديال الشمال نفس الطريقه ديال التراسي هي اللي غادي نديرو اذا هنا دابا كنكونوا كملناها بالفصاله بقى غير الخياطه غادي نشوفوا الخياطه ديالها اذا دابا من بعد ما تاكدت من طراسي كنحيد هذاك الفنيتات حيت دابا العبارات راهم كيكونوا بانو كي كما كتشوفوا معايا طراسيناها من جوج جهات باش العباره اللي درت هنا هو نفسه خصو يكون في الجهه الثانيه اذا هذه الطريقه اللي كنفصلوا بها الفراشه هي طريقه سهله دابا غادي يبقى لينا الخياطه نجمعوهم هذا المكان هذا كنهبطوا الخياطه من هنا ولكن ضروري خصنا نديرو شي حاجه في هذيك الجهه ديال الكول يمكنش نخلي الكول بلا ما نديرو فيه حتى شي حاجه كاينين جوج طرق اما نديروا له العماره السفيفه واما نخدموه بالدونتيل بالنسبه لي انا هنا غادي نستعمل السفيفه وغادي نديرها غير في الجهه ديال الامام وغادي نديرها في الجهه ديال الظهر اذا هنا اول حاجه غادي ندير غادي ندير غادي ندوز هذاك الكابلي هو الاول كنبدا من الجهه ديال الكتف وكنمشي كنخيط على الدار ديال التوب كنوصل هنا للقنت كنزل ليبرا وكنهز الصباط وحتى كنوصل لهاديك الفتيحة انا هاد الفتيحة غادي نخدمها بطريقة سهلة وبسيطة كنخرج الشوكة فيها وكنخلي ليبرة نازلة وكنهز الصباط وكندور معاها حتى كنوصل عاوتاني لهاديك العبارة اللي درت الجهة اللي بديت بها باش ما تجينيش جهة اكثر من جهة جهة طلعت فيها بزاف وجهة بقيت نازل فيها بزاف ضروري خصنا هذيك الافتتاحات جيني متقاده بنفس الطريقه كنخدم الجهه الثانيه باش خدمت الجهه الاولى هنا بالنسبه لهاد العماره بغيتو ديرو العماره ديال هاد السيفه ولا الدونتي حتى في الجهه ديال الخلف ماشي مشكل كيبقى هذاك اختياري شنو كندير دابا كنجي وكنكراني هاد هذ البليصه هادي باش ما يجينيش التكماش تما كنكراني حتى كنقرب نوصل لهاديك الكابلي اللي درت لا في الجهه ديال الكل كامله كنمشي كنكراني بهاد الطريقه هادي اللي كتشوفو معايا اذا هنا بعد ما كرانيت دابا كنجي و كندوز ليها السفيفه اذا دابا العمره ديال السفيفه غادي نديروها في الطوق وغادي نديروها حتى في الكمام كما غادي تشوفوا معايا اذا دابا شنو غادي ندير كنشد هادك الثوب كنقلبو على الوجه ديالو وكنمشي كنخيط هذيك السفيفه هنا في الكول ضروري كنشربو هادك السفيفه حتى الكول كيجي داير ضروري خصنا تجي السفيفه شويه مشربه باش تجي دايره حتى هي الا ما شربناهاش كتجي السيفا بشويه مكمشه اذا من الاحسن تشرب شنو هو التشرب ديال السيفا بزاف ديال السؤال التعليقات كتجيني شنو هو التشرب ديال السيفا كن السيفا الشرب هو كنكونوا كندفعوا السيفا للماكينه باش السيفا كتجي شويه مرخيه الا ما شر... الا ما دفعناش الماكينه كتجي السيفا متيريه بحال لي مجروره الا جر... جات السيفا إلاج مجروره كتجي الخياطه مكمشه اذا من الاحسن هذيك السيفه كنبقاو كندفعوها للماكينه هذاك هو اللي كيتسمى التشرب كنشربو بالنسبه للخياطه كيسموها التشراف هنا كنشد هاديك السيفه كندير لها طويه الاولى وكنعاود نطويها بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا كنطويها نقدها مزيان عاد تنخيط عليها بعد ما طويتها كنمشي كنخيط بهذا الشكل هذا عليها كنس هس... كنخلي الابره نازله وكنهز الصباط ديال الماكينه وكنعاود نتاكد من هاديك الطويه ديال السيفه واش متقده عاد نخيط اذا هنا عاد كندور وضروري كنمشي كنخيط في هذيك الحريف ديال الكابلي اللي دوز باش متجينيش تجينيش بعيده على الكابلي ولا تجي راكب على الكابلي ضروري كنمشي في الحريف ديالو بنفس الطريقه هنا في القنت عاود ثاني كنخلي اللي برا نازله وكندور مع الدوره ديال التقوريره هذا الكول وكنمشي كنشرب هذيك السفه كندفعها للماكينه باش كيجي الكول نازل مخدوم بطريقه زوينه اذا هنا كما كنشوفو معايا شنو دابا كندير هذاك الطرف ديال التوب اللي بقى من الداخل في حاله الا بلى غادي يجي باين خارج اكثر من السفيفه هذاك الشناتف ديك الخيوط كنقطعهم بالمقص باش كيجو لداخل من تحت السفيفه كيجو كيجو من تحت السفيفه ما كيجوش باينين نهائيا وكنمشي كنخيط في هذاك الحريف ديال السفيفه كنقد هادك القناة مزيان هادك القند دابا كيما طويت السفيفه لتحت خصني حتى الجهه الاخرى نطويها حتى هي لتحت ما نديرش جهه طالعه وجهه هابطه ضروري يكونوا السفيفه عطيه وجهه لنفس الجهه كي هاد الجهه كي هاد الجهه هنا كنوصل لهذك المكان هذاك عاوتاني نفس الطريقه كيما طويت السفيفه كنقلبها وكنمشي كنكمل مع تنخيطها وتجيني ضروري تجيني نازله مزيان في الوسط ما تكونش مايله على جهه على جهه مغلبه جهه على جهه باش ما يكونش هذيك السفيفه باش تجي ما تكونش عوجة تكون ضروري متقاده في الوسط ديال هذاك الصدر هنا نفس الطريقه كنقلب هذيك السيفه نفس الاتجاه اللي قلبتها الجهة الأولى أنا كنضرب على السيفه بطريقة عادية في الكول إذا هنا كنرتق هذيك السيفه باش ما تحلش وكنشد هذاك الكابلي هذا الكابلي راه سبق لي درت عليه فيديو راه عنده الوجه ديالو دابا دي راه حاليا راه كاين واحد الكابلي ما عندوش الوجه كيتخدم كي جميع الاتجاهات راه يلاه بان جديد بعد ان شاء الله دابا ندير لكم فيديو نشوفوا هذا الشكل ديال الكابلي جديد اللي ولاو كيخدموا به الخياطه هنا كنمشي كنخيط كندوز هذاك الكابلي اللي تيكون السفيفه هنا كنمشي كنخيط بطريقه عاديه بحال اللي كنخدم عادي هنا كنمشي الحريف ديال السفيفة ما يجيش هذا الكابلي راكب على السفيفة ضروري يجي في الحريف ديالها ما يكونش بعيد عليهم ما يكونش راكب اذا حتى كنوصلوا نهايه اذا هكا كنوصلوا كنكونوا خيطنا الكول بالسفيفه كما كتشوفوا معايا كيجي كول القنت كيجي مخدوم بطريقه عاديه زوينه ما كاين لا ديكالاج لا حتى شي حاجه كما كتشوفوا الكول كيجي نازل بطريقه احترافيه زوينه بالنسبه للجهه ديال الرقبه ديال الظهر هذا بغيتو ديروا له التبطين ديروا له التبطين بغيتو ديروا له قطويه ديال الثوب بحال هكا ماشي مشكل كيبقى هذاك اختياري اذا هنا كنمشي كنطويه بطريقه عاديه هذيك الجهه ديال الخلف دابا غادي نخيط الكتاف الكمام والكتاف كنشد هذيك الجهه ديال الخلف كنخليها هي اللي كتكون من التحت وكنجي وكنجيب الجهه ديال الامام وكنقدهم مزيان وكنمشي كنخيط هنا كنمشي كنخيط كنقدو مزيان باش ما تكونش جهه اكثر من جهه حتى كنوصل للجهه ديال الكتف هذا الكتف الاول كنخرج في هذيك الجهه ديال الرقبه وكنشد دي الجهه الثانيه بنفس الطريقه غادي نخدمها اللي خدمت بها الجهه الاولى طريقه سهله باش كنخيطوا الفراشه في كاين شويه ديال الصعوبه هي في هذاك التراسي ضروري التراسي الا كنتو تراسين مزيان صافي كتخدموا كتخيطوا بطريقه سهله ولكن الا كنتو ما دايرينش التراسي راه كتلقاو صعوبه شي شويه في العبارات غير باش العبارات يجوكم مضبوطين متقادين دابا دا كنشد دا هذيك الصفه غادي نطيحها ضروري ما خصنيش نخليها هذيك آه السيفه كتلعب مره كتميل الفوق مره كتميل لتحت كنميل كنطيحها شويه لتحت الجهه ديال الخلف وكنخيط عليها وكتجي مدرقه لداخل هذيك الشناتف ديال ديال السيفه ضروري يجيو مدرقين لداخل ما يبقاوش كيبانو في الوجه اذا كما كتشوف معايا هذا هو الشكل اللي خدمنا به الطوق هذاك الكول ديال الفراشه كما كتشوف معايا كيجي انفينيا لا من الداخل ولا من الجهه ديال على برا اذا دابا شنو غادي ندير غادي ندوز السيفال هذاك الاكمام كنشيد الكابلي وكنمشي كنخيط هذيك الكم كما كنشوفوا دائما ملي كنكونوا كنديروا السيفه ولا الضفيره كنمشيو كنخيطوا هذاك الكابلي الاول ولا الطرسان الاول ولا المفتل الاول ضروري كنخيطوا على الظهر من بعد عاد كنقلبوا الوجه ملي كنو كندوزوا السيفه ولا د... ولا الطرسان الثاني باش كيجينا الخياطه مقلوبه في الوجه كتجي الخياطه انفينيا مزيان ما كاين لا شناتف لا شحال هذيك الخيوط كاملين كيجوا مغطيين بالسيفه اذا هنا كندوز حتى لكم الثاني بنفس الطريقه وكنمشي كنطيح هذيك السيفه كنمشي كنخيط لها على الحريف ديالها باش ما كتحل كتحرك من بلاصتها كيلكم الاول كيلكم الثاني بنفس الطريقه كنخدموها اذا هنا كنمشي كنخدم كنخيط هذيك السيفه دابا غادي ندوز ليها الكابلي الثاني اللي كيكون كي مرصفيفة بغيتو ديروا لها الدونتيل كيبقى هذاك اختياري انا فضلت نخدمها السيفة في حالة بنتكم بغيتو ديروا شي دونتيل الشكل الجديد ديال الدونتيل زوين كيبقى هذاك اختياري ماشي مشكل ديروا ما غادي تحتاجوا ديك الساعات لا كابلي لا تي يمكن لكم تخدموا غير الدونتيل وطيحوه صافي كيبقى عادي اذا هنا دابا بعد ما خدمنا الكمام دابا غادي نجمع الكم كيفاش غادي نجمع لكم ما غاديش نهبط حتى لتحت كنخيط كنجي لهذا المكان هذا كنقد هذيك السففه مزيان فهاديك فم لكم كندير كنرتق الخياطه مزيان وكنزيد غير واحد شويه تقريبا كيما كتشوفوا معايا ما, ما طولتش بزاف ديك 3 ديال السنتيم حتى ل 4 ديال السنتيم وكنحبس وكنشد هذيك الفراشه وكنقلبها على الوجه ديالها دابا هذه هاد الخياطه هذه غادي نديرها على الوجه كون نجي حدا هداك الكم حدا هداك الخياطة اللي ساليت منها وغادي نرتق هداك الخياطة مزيان وكنقادتو مزيان وكنمشي كنتبع هداك التراسي اللي درت داك التراسي اللي كنت كنديرو درت الفنيتات هو اللي كنمشي كنتبع في الخياطة وهاديك الجهة اللي بقات ملي راه كتبقى هكاك ولكن كتجي مجموعة من هاديك الجهة ديال الصدر والجهة ديال ديال الخصر باش كتجي عاطيها واحد الفراشة عاطيها باينة في اللبسة ديالها اذا هنا كنهبط تنخيط بهالطريقة الطريقه هذه حتى كنوصل لهذيك العبارة اللي خليت في بجلي لتحت ما غاديش نوصل حتى لتحت وراش كتبقى شويه الفوق ما كنوصلوش الخياطات لتحت كما غادي تشوفوا معايا هنا كنهبط تنخيط بهالطريقة الطريقه هذه حتى كنوصل لهذيك العبارات اللي درت كرتق الخياطه بهذا الشكل هذا اللي كتجي كما كتشوفوا معايا دابا شنو كندير كنشيد الجهه الثانيه وغادي نبداها عاوتاني بنفس الطريقه من الفوق نشد هذاك الكم من هذيك الخياطه اللي درت في الاول كرتق الخياطه وكنمشي كنتبع هذاك التراسي هذاك التراسي اللي درت هو اللي كنتبعو ما كندخل عليه ما تنخرج باش العبارات يجوني مضبوطين وكنمشي كنخيط بطريقه عاديه كما كتشوفو معايا ضروري الثوب يكون متقاد ما تكون جهه مغلبه على جهه باش الفراشه تبقى في الشكل ديالها في العبارات ديالها اذا حتى كنوصل لهنا كنرتق الخياطه وكنقطع هذاك الخيط كما كتشوفوا معايا وهذه ما, ما تنقيسوهاش كتبقى هكا دابا شنو كندير كنجي لهداك المكان هذاك وتنمشي كنطوي هذيك الخياطه لداخل كندير لها بحال الشكل ديال الغولي حيت انا دابا داير لها السرجي في حالة كنتو ما دايرين السرجي كديروا جوج طويات كنتو دايرين السرجي كديروا غير طويه واحده كتجي لداخل وهاديك الجهة كتبقى بحال الشكل كندور عليها كاملة على هاد الجهة اللي دابا كنخيط ولا الجهة الأخرى كندور عليها صير داير جوجهم بنفس الطريقة إذا كيما كتشوفو معايا باش كنكونو خدمنا الفراشة إذا هذه هي الطريقة اللي كنفصلو ونخيطو بها الفراشة كيجي مخدوم بهاد الشكل هذا الأكمام كيجوا مجموعين بهاد الشكل هذا الكول اللي بغينا نخدموه بالدونتيل كيبقى اختياري بغينا نديرو لي كيبقى اختياري ومن هنا ما كتخيطش كتبقى بهاد الطريقة هاديك كنديرو هذه الخياطة اللي درنا عليها التراسي كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو الا كنتم استفدتوا ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وفي حاله ما فهمتوش حاجه يمكن لكم تكتبوا لي غير في التعليق وانا غادي نجاوبكم يلا تبارك الله عليكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته